إدارة الاتحاد العام لكرة القدم في جنوب السودان، ونائب رئيس اللجنة المالية في الاتحاد العام لكرة القدم في جنوب السودان، ورئيس بعثة نادي أطلع برا في لبيت هنا. أنا جاي كرئيس بعثة لنادي أطلع برا، الممثل في ممثلنا في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وأنا موجود هنا كرئيس بعثة، وهذا يشرفنا نجي يكون في لبيت. ونحن اخترنا لبيت بأنه لبيت نحن نعتبره بأنه يعني لحد هسه كأنه نحن موجودين في جنوب السودان صراحة. الأجواء نفس أجوانا والطقس نفس الطقس بتاعتنا، وعندنا جماهير هنا في لبيت، ده من الأسباب الأساسية نحن اخترنا لبيت. وإن شاء الله هنلقى الجمهور مليان في الاستاد، واحنا جينا هنا مش للتمثيل، احنا جينا لتأهيل للدوري 32 الكونفدرالية. احنا جايين عشان نتأهل من هنا من اللبيت. اللبيت ده طبعا عزيز علينا كلنا، احنا في جنوب السودان ومن المدن المحبة للجنوبيين بأن يكونوا موجودين فيه، وعندنا جمهور يعني واسع جدا في اللبيت. ان شاء الله هتشوفوهم يوم 11 موجودين هنا ان شاء الله. احنا جايين عشان نتأهل من اللبيت. كيف سعادتك ما وجدتوه من ترتيب، اذا كان على مستوى الملعب اذا كان على مستوى الجانب الاداري، هل هو كفيل في انه تكون موجودة في اللبيت؟ والله الحقيقه يا اخي اللبيت زي ما يتوقعنا واكثر، يعني اهل اللبيت رحبوا بنا ترحيب كبير جدا جدا، واستضافونا احلى استضافه يعني بالضبط زي كنا متوقعين واكثر يعني. وفيه كرم فياض يعني في اللبيت صراحه، يعني في اي وقت عاوزين نتمرن بنتمرن بالضبط زي ما قلت لك، بنحس بانه كانه احنا في جوبا مش في لبيت. يعني جد يعني انا ما عارف اقول لك، من الاتحاد المحلي بتاع لبيت للجمهور بتاع لبيت للجنه المنظمه، يعني جد هم رحبوا بينا ترحيب شديد جدا، وبنحس بانه احنا كانه موجودين في جوبا في لبيت. والاستاد والله استاد مناسب جدا، واستاد حلو، والاستاد طبعا قلعه شيكان دي من الاستاد المحبب لنا، ونحن ما اخترنا ساير الاستاد ده، عندنا فكره بها تمام يعني. عندنا ناس موجودين في لبيت ادونا خبره عنه، وزي ما توقعنا استاد جميل واستاد ممتع، واستاد ان شاء الله لكل شخص مبدع يقدر يبدع هنا في الاستاد. ودي شرف لنا بانه نكون موجودين في قلعه شيكان. كتر خيرك.